اللي يقولوه راهو الإخلالات أو التجاوزات أو النقائص راهي من طبيعة العمل الإنساني، راهي عملية ضخمة العملية الانتخابية. أنه نسمع برشا هاو فما نقائص هاو فما أخلالات، أنا نحب نأكد لهنا وأنه عنا عدد ضخم وضخم جدا من الأعين المراقبة للعملية الانتخابية. عنا أكثر من 75 ألف مراقب اللي هما ممثلي القائمات منتشرين في كامل مكاتب الاقتراع. عنا أكثر من 21 ألف ملاحظ ما بين محلي وأجنبي. هذوما أكيد باش يخرجوا عديد وعديد من الإخلالات. من دور الهيئة أنها تقيم الإخلالات هذه، والإخلالات الخطيرة منها سنتعاطى معها، وتعاطينا مع بعض الإخلالات كما الدعاية السياسية والدعاية الانتخابية خارج مكاتب الاقتراع في فترة الصمت، ورفعنا العديد وأوقفنا العديد من المخالفات وتعاملنا معها بالزجر اللازم في الأماكن اللازمة. إلا أنه نعود ونقول له كل عمل إنساني لابد أن تتخلله بعض النقائص، وما نقولوش الإخلالات لكنها بعض النقائص، لكن إلى حد الآن اللي نأكدوه وأنها ليست مؤثرة ولن تكون مؤثرة أو حاسمة في تغيير النتائج. ثم أخبار تحكي أنه في القصرين وقع أغلاق ثلاثة مراكز اقتراع أسباب أمنية، معناها شنو صحة الأخبار هذا؟ هو ليس إغلاق لكن فما تأخر في فتح مراكز اقتراع في القصرين. تعرفوا أنه فما في بعض الأماكن عملية تزويد مكاتب الاقتراع قد تتطلب لوجيستيك معين وقد تتطلب يعني احتياطات معينة. هذا سبب كان باش خلطنا المواد في ساعة متأخرة شوية على الساعة 7 صباحا، لكن اللي نأكدوه أنه مكاتب القصرين اللي تم تزويدها ببعض التأخر ما فيهاش عدد كبير من الناخبين، وستستكمل فيها العملية الانتخابية بشكل عادي، وهذا أمر ممكن. وثمش نسب تقريبية لنسبة المشاركة حتى اللحظة هذه؟ اللي نأكده لك أنه إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال كان عنا 42%. نتوقع توا أنه العدد ارتفع، ونتمنى أنه نحقق أكبر عدد من هنا لـ 16. شكراً.